السيد الوزير بين كل بين حوار وحوار حوار. هل هذه الحوارات هي شعار وزارتكم أم أنها مسرحية مفبركة بين الوزارة وباقي النقابات لتتأكد في كل حوار أنه ما كاين والو من هذه الحوارات في الوقت اللي أصبح من اللازم تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين وارتفاع أصوات مطالبة بالدعم المباشر لكثير من الفئات. شغيلة التعليمية لم تنل حقها المشروع من الترقي. أفواج 2016-17 و18 والتي تليها ستضيع عليها هذه الاستفادة في الترقية، خصوصاً في السياق الاجتماعي الذي نعيشه اليوم المتسم بالارتفاع المهول للأسعار وزيادة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. يؤسفنا أن نقول أن وزارتكم أفلحت في تمطيط الحوار القطاعي وإفراغه من مضمونه، تجميد الترقيات، عقد مجالس تأديبية غير قانونية وغيرها من الإجراءات التحقيرية والمستفزة والتي حادت عن سكة الإصلاح وتسرع الخطى بالقطاع نحو المجهول.